بسم الله الرحمن الرحيم. 11/10/2013، تقوم عناصر اللواء 313 قوات النخبة من مدينة الرستن بدك معاقل الشبيحة في مدينة المعلي المتمركزون بمعمل الصابون. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. 11/10/2013، لواء 313 قوات النخبة. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.